سميتي نوفل، شحال وانا كنحلم بهذا النهار، وهذه قصة حياتي. من صغري وانا كنحلم نولي طبيب. من نهار عطاتني الوالدة هاد الكادو، خمسة وعشرين عام وهو معايا، دوز معايا الحلوة والمرة. وأخيرا اليوم عندي حفل تخرج مع 343 طبيب وصيدلي بحالي. 13 عام ديال القراية، 7 سنين باش تولي جينيراليست، ومن بعد عندك الاختيار شيروجي، ميدسين، جينيكو، ديرماتو، أوفتالمو، غاسترو، كارديو، بنومو، تروماتو، روماتو، هيرو، بسيكياتري، ريا، وزيد 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 وزيد. ولكن واخا تكرفيس كنت كنحماق على شنو كنت ندير، وكنتسنى هاد النهار بفارغ الصبر. فكرني في أول نهار دخلت فيه لافاك، وهنا حياتي تبدلت. صحاب ليكم سالات الميتين هادي باقي ما شفتو والو.
13 عام من حياتي دوزتها هنا، شحال من مريض، شحال من قارض، شحال من امتحان، شحال من بلوك، شحال من مشاكل. تمحنت، تكرفست، ولكن في سبيل حب الوطن كل شيء هون عزيزة عليا هاد البلاصة، كتفكرني ديما بالمسؤولية اللي فوق كتفنا. ايه حبا نوفل صافي، وليت اختصاصي، بلادك محتاجة ليك، يلا ورح انت يديك.